اهلا وسهلا فيكم في حلقات اليوميات. تونا وصلنا الفندق، تونا وصلنا البحرين، تعبانين بشكل مو طبيعي، بس قلنا قبل لا نقعد نرتاح نصور لكم جوله سريعه. كثير تحبون الجولات والاشياء، ونعلمكم نسوي لكم جوله في الهوتيل حقنا. طبعاً اول شيء من هنا دخلنا، طبعا هذا هو الباب. أيوة. بعدين اول ما تدخلون في الصاله كذا احنا ماخذين سويت ثلاث غرف نوم. أيوة. على اساس ان احنا عائله. طبعا ما عليكم الا الاغراض هنا، لابتوب واغراضي هنا. اول ما تدخلون المطبخ، المطبخ صراحه عجبني مره كبير صراحه، ودي هنا اطبخ وناسه. هنا في ثلاجه، شوف حط ما حطوا لنا شيء هنا. ايش حاطين؟ نسكافيه ومويه. حطي الموية في الثلاجة، هي واحدة واحدة حطي في الثلاجة. أيوة صالحة بيتسكت. أوه حاطين هنا والله في صحون، حاطين كل شيء موفرينه هنا، ملاعق كل شيء. وهنا بعد تشوفوا آيلاند ومكويف بعد، يعني كل شيء موفرينه في هذا في المطبخ. يس. وكل شيء هنا متوفر أتوقع. أشوف ملاعق هنا، في شيء في ملاعق كبار عشان المتشابيس والمحاميس. طبعا نجي هنا طاولة الطعام. مام وين غرفتك؟ هذه غرفتنا الحين. اي وحده هذه؟ روح انسدح حبيبي. طبعا نجي هنا، اي نجي هنا، هنا الجلسه، الجلسه الصاله، وهناك احلى شيء في الحياه طبعا تلفزيون. هنا في هذا الديكور كذا جاي، هنا طاولة الطعام مثل ما انتم شايفين. yes. وهذه الجلسه مره كبيره وشرحها السويت مره شرح مره. وهنا طبعا في البلكونه مثل ما انتم شايفين. نطلع ولا لا؟ يلا اطلعي. طبعا كنا نبي اطلاله ثانيه بس تخيلوا ما لقينا متوفر على حظنا، كنا نبغى اللي على البحر. هاي قولي هاي. هاي. كنا نبغى اللي على البحر بس ما في متوفر. هذه البحر هناك يعني طلعتنا بالضبط على باب الفندق. على 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 باب الفندق تحت، تخيلوا هذا باب الفندق. اي هنا هذا. طبعا اتوقع انه البحر هناك، اتوقع البحر، فمفروض احنا هناك عشان نطلع على البحر. تعال صالح حبيبي يلا. طبعا يلا هيفا كملي، وين بعد نوديهم؟ خلصنا هنا احنا، خلي اقعدك حبيبتي. لا لاني باخذها. طبعا هنا في ثلاث غرف، وهذه غرفة، غرفتين الثالثة هذه. هنا حمام. اي خلينا نخلص من الغرفة اول. صار حط شنطتك في الغرفة. غرفتنا هذه غرفتنا طبعا. هنا ايه هنا بينام انا وهيفا وصالح. وهذه عندنا هنا اطلالتنا. وين اطلالة الغرفة؟ واو والله شيء قهر قهر. تخيلوا كنا نبي على البحر، انا ما اخذها على اساس انها على البحر. ايه كلمتهم قالوا انه معليش مو متوفر، وكنت ماخذه على يعني اعلى طابق. اعلى طابق عرفتوا؟ قال كله متوفر ممكن بكره او بعده. قلت انا كل رحلتي اربع ايام، يعني بكره وبعده ليش؟ أيوة. شلون يعني؟ طبعا هنا تلفزيون احلى شيء. بجهز اشيائي الحين، بنخلص ونجهز اغراضنا. اوكي ونجي الحين هنا. طبعا هذا، طبعا هذه الغرفه معها حمام الله يعزكم، وهذه ظاهر معها حمام. أيوة. صح. بس انتوا احنا حمامنا هنا برا، احنا بنت البطه السوداء. احنا هنا في مغسله ملابس. طبعا هذا الحمام الله يعزكم، هذا والله صراحه ما عجبني الحمام، شكل حماماتك حمامات الغرف الثانيه، غرفتك انت اكشخ من هذا. صح يمكن. والله لعب علينا انت. هذه طبعا الغرفه الثانيه حقت هيا واختي حصه. طبعا شوفوا جلسه مدلعين وحمام الله يعزكم. الله يا هيا مدلعه يا هيا كبيره، دواليب واشياء ودواليب. انا قايله والله احنا والله يعني لهالدرجه يعني احنا قولوا ما شاء الله لا تعطونا عين. قولوا ما شاء الله، قولي ماما ما شاء الله. يلا معليش انا جبت هالمره بدلعهم اعطيهم احلى. ماما 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 ترى بقول شيء، ترى هذه غرفه يعني بس بالنوم، يعني كل شويه انا بجيها. تسهر عندكم؟ اي تسهر عندكم. وش لا والله صالح يفكر طبعا مندمج في الغرفه الظاهره جبتها. ما في كفو. الله شوفوا وش اللي جانا. جانا ايش؟ wishing you a magical stay، نتمنى لكم عاد وش اترجم؟ عاد ما اعرف اترجم صراحه. اعطونا هذا كيك ترحيبي لنا. واو يا صالح يلا تعال تعال، ايش تبغى تاكل؟ تعال تبغى ستروبري ولا تبغى كيك؟ تعال هيفا. وشو هيفا؟ نامت هيفا من جدك؟
جاي ترى سرير. طب انا بنام هنا. سريرك بيجي الحين. انا بنام هنا. طلبت سرير الهيا هيفا؟ طلع في نقص سرير، ثلاث غرف بس كل واحد يبغى سرير. فطلبت سريرين. وشو؟ ماما. وشو ايش سووا حرام؟ ما سووا شيء. لا. خلونا نفتح هيفا عادي تساعديني بس تجيبين الشنطة هنا افتحها. الله يعافيك حبيبي. افتح الحين الشنطة في اغراض لازم اطلعها الحين مع اني تعبانة مرة. افتحيها هيفا. احمد شو لي؟ يلا ميليها كذا شوي. ترى في هناك تطلعينها هناك سكري الباب. واحد لا 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 مو الحين سالفة. لا توي توي. الحين انا قابلتها ولا شو؟ لا ارسل مقلوبة. طلعي فستان العيد، اهم شيء فستان العيد القيه بسرعة حبيبتي عشان ما يتعفس. لا لا اصبر لا تحط شيء حبيبي الحين، ما ابغى شيء الحين. ابغى اشوف في ادوية لازم اطلعها. طبعا عندنا تجهيز الحين الشنطة لازم نجهز عشان نرتاح. صح هيفا؟ هذه جزمة العيد هيفا. الجزم هنا حطيها. تفضل خلوها هنا. وخر يا صالح. هذه أول شنطة. هذه ثاني شنطة. شامبوات هيا اللي تهاوشنا وياها عليها. وهذه ثالث شنطة كيسة هيفا. والله مو رايحين أربع أيام، احنا رايحين شهر الظاهر. ها شفتوا؟ طبعا انا بطلع الاغراض وكل واحده تاخذ شغلها اوكي. هذه جزمه العيد والجزم حطوها كلها تحت. يلا هيفا الحين شو اسوي؟ يعني شيلوا الشنط كلها الله يعافيكم اول اللي تحتاجونها. وخر حبيبي صالح. ايوه هذه شيليها يا هنا. شوفوا شوفوا شلون بس هذه كلها شنط حوصتهم. المشكله هي عندها يعني غرفتها كانت تحت شنطتها عندها. ايش بعد؟ سلام اكسسوارات. هذه ماسكاتنا. خلو انا احب اطلع كل شيء برا وبعدين ابدا انا ارتب عاد على مزاجي عرفتوا؟ هذه حق افتح صالح الدولاب. صالح اي حطهم هنا في الدولاب. افتح الدولاب وحطهم. انا عطني الاشياء وانا احط. كل واحد اغراضه، انت عطها الاكياس وكل واحد هنا صالح بس عرفتي؟ يلا هذا انت وهيا فوق. هنا. طيب. يلا كل واحد اغراضه يحطها مع نفسه. ايوه هذه بيجامات مين؟ شوفي هيا فوق، هيا اخر واحد فوق. اول شيء صالح لان اقصر واحد، بعدين انت وسط، بعدين هيا. صالح طلع من لبسك 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 طلع حطه هنا. وين؟ لبسك. وين؟ لا لا هذا لا هذا انا بصفطه. هذا. يا اي حطه خله مصفط لا تخربه حبيبي. خلصنا الحمد لله. هذا اول شيء. هنا رتبنا طبعا. اللبس سريع سريع والله ما سويت. وهنا اللبس البنات علقته. وكم شيء مره حلو ما شاء الله يا صالح. اول ما جاء شوف ايش سوى، طلع اغراضه من شنطته ورتبها هنا تحت. ثانك يو مره شكرا يا صالح. اي لاف يو حبيبي. طبعا اغراض هيا وهيفا هذه الشنط للسباحه، فنروح مثلا مسبح او نروح بحر او شيء كل شيء داخلها يعني ياخذونها هيا وهيفا بس ويطلعون. وهنا طبعا حطيت هذه الاغراض ما شلت منها شيء لانها اغراض هيا وهيفا، كل وحده بتاخذ شغلها، كل وحده بتاخذ اغراضها. هذه الماسكات طبعا احتياط. هذه اشياء هيا شامبواتها واشياءها ونظارات، ما غيرت شيء. باقي بس اطلع الفوط. وهنا اغراض هيا شنطها وارتاح. تدرون اني جيت ما ارتحت نهائيا، ما ارتحت نهائيا تخيلوا. تعالي 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 شيل الشنطه حطيها هنا. بشركم خلصت شلت كل شيء. ايوه حطيها هنا. برافو توني ادري ان في مرايه هنا. شوفي شكلك واللوك حقك. الحين يعني لوكي مو حلو. الحين شو وشكم واشكالكم تحفه يا هيبه. الله طفيت اللمبات وجبتهم غصب ينامون غصب، لان جد يعني يبون يطلعون بالليل وقايمين من الساعة 4. تخيلوا قايمين كم ساعة كم قلتي؟ ثلاث. ثلاث؟ هاي من جدك؟ لا هيفا لا اصدميني. مرة صراحة مرة ودي انام يعني. عشان كذا طفيت قلت تقعدوا لانهم يدورون مليون في البيت، يدورون 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 في هذا في الغرفة، يدورون ويطلعون برا ويجون. قلت خلاص لازم دخلتهم سكرت الباب قلت ناموا ولا ما في طلعة اليوم. نامي انت بالذات صالح على الاقل نام له ربع ساعة ومرة خمس دقايق.
يلا خلونا ننام شوي ونريح، والحين بنختم معكم هذا الفيديو. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون تضغطون زر لايك سبسكرايب كومنت شير، فعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، وباي.